كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا خلاص الاسبوع ده ايام يعني مباركة، كل سنة وانتم طيبين، الشعب المصري دايما طيب وبخير وبصحة وبسلامة، طبعا كل الأمة العربية والإسلامية. فرصة ناخد بريك، بس الأهلي مش هياخد بريك، الأهلي عنده مباراتين مهمين، مباراة بكرة إن شاء الله مع منتخب السويس، وعندنا تاني يوم العيد إن شاء الله برضو هنستأنف لعيبة. والله بتشقى يعني، ناس كتيرة جدا بتحس إن الموضوع شهرة وفلوس والدنيا سهلة، لكن في الأهلي لا، في معاناة مستمرة 24/7. خليني أستقبل ضيفي ونجمنا النهاردة في سادسة كابتن أشرف ممدوح، فرصه نعيد عليه ونقول له كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا اشرف. كل سنه وانت طيب يا احمد، ويعني عيد سعيد عليك عليك يا رب وعلى الاسره ان شاء الله وعلى كل مصر والوطن العربي والامه الاسلاميه طبعا، ان شاء الله رب. عيد سعيد على الجميع يعني يا رب. قبل ما ادخل بس في موضوعاتي، عندي موضوعين طبعا، كاس مصر اللي مشوارها هيبدا فيه بكره، ومنتخب مصر اللي برضه هيبدا مشوار بكره في امم افريقيا اللي تاهل لاولمبياد باريس ان شاء الله. بس كان معايا الان ارفن، ده المستشار الفني لنادي ويست هام، وكان المدرب المساعد لديفيد مويس في ويست هام. وانا بتكلم معاه معرفش، وانا بسال السؤال يعني، حسيت ان في تشابه كبير جدا بين حالهم وبين حالنا مع الفارق طبعا الشاسع والرهيب، عشان المقارنه لا تجوز، عيب ان انا اقارن، لكن خد بالك انه على مستوى البطوله الدوري الانجليزي محدش ينكر انه 90% من الناس ممكن يشوفوه اقوى دوري في قاره اوروبا او صحيح. في العالم كله صحيح، وانه الانديه الانجليزيه قادره تنافس على اي لقب. السنه دي السيتي محقق الشامبيونز ليج، وويست هام محقق الكونفرنس ليج، والسنوات الاخيره كان دايما في فريق انجليزي في النهائي حتى لو لم يفز بالبطوله. ليفربول فاز بيها مره ووصل مره قدام ريال وخسر، تشيلسي فاز بيها مره، ليفربول السنه اللي كسبها من توتنهام، تشيلسي السنه اللي كسبها من السيتي. فانت بتتكلم عن حضور طاغي للانديه الانجليزيه صحيح، لكن لما تيجي تقارن الحاله دي اقوى دوري واقوى فرق بحاله المنتخب، شتان الفارق. الدوري المنتخب الانجليزي مفيش القاب صحيح، لا قاريه ولا عالميه. نفس القصه حسيتها شبه او شكاية، بسالك في تشابه. انت عندك دوري يعتبر بكل المشاكل اللي فيه والعيوب اللي فيه يعتبر من اقوى الدوريات يا سيدي، مش هقول اقوى دوري، وعندك صحيح مفيش غير نادي واحد اللي بينافس وبيحقق القاب، لكن الاهلي هو سيد افريقيا وهو الفريق اللي بينافس النهارده كبار انديه العالم وبيقدر يقف معاهم راس براس صحيح، ورغم كده المنتخب مش في احسن الاحوال. ليه ده حاصل من وجهه نظرك؟ يعني النموذجين دول متكرر فيهم نفس العوامل ورغم كده النتائج متشابهه، ليه بيحصل ده من وجهه نظرك؟ طيب هو طبعا الدوري الانجليزي لانه يعني معظمه او نسبه كبيره منه لاعبين محترفين غالبا وبنسبه كبيره جدا من خارج انجلترا، وبالتالي انت بتتكلم على اقوى دوري في العالم، ودي ده واقع ودي حقيقه. نظرا لانه يعني كل تقريبا 70-80% من اللاعبين الموجودين بالفعل من خارج انجلترا، يعني في نسبه كبيره جدا جدا من اللاعبين داخل الدوري الانجليزي من جنسيات مختلفه. أي. وبالتالي في شويه اللاعبين الانجليز او الـ بيحترفوا خارج انجلترا في دوريات اقل شويه، نسبه المواهب شويه او الاهتمام بالمنتخبات اعتقد انها مستحيل تقول انها ضعيفه او ما بيهتموش بمنتخب انجلترا، في اهتمام كبير جدا جدا، ولكن المشاركه في دوري قوي زي الدوري الانجليزي بالتاكيد بتنتج لاعبين مميزين جدا على مستوى الدولي. ولما بنبص سكواد منتخب انجلترا النهارده لا عندهم لعيبه بقوا يعني الدوري ده في النهايه احتكاك مع المستويات دي لكن قياسا بالدوريات بالمنتخبات الاخرى اللاعبين، يعني مثلا اتكلمت عن منتخب برازيلي هتلاقي اللاعبين منتخب برازيل بيلعبوا في الدوري الانجليزي اكتر، في الدوري الايطالي، في الدوري الفرنسي، لاعبين منتخب فرنسا معظمهم موجودين في الدوري، يعني معظم منتخبات هتلاقي او الدوري الانجليزي لانه نظرا هو الاقوى دلوقتي فبيجذب بنسبه كبيره جدا معظم اللاعبين يعني المميزين في العالم. يعني من وجهه نظرك انك انت تطلع لعيبه قوي بالتاكيد تحترف، وانا ما فيش خلاف، بس الفكره انه التجربه الافضل يعني انك انت تطلع لعيبتك تحترف بره في دوريات قويه طبعا افضل بالنسبه لك من انك انت شخصيا تملك دوري قوي. لو بتكلم عليها في مصر انا طبعا لو امتلك دوري قوي بالنسبه لي في المنطقه العربيه والافريقيه هنا بيفرق معايا جدا في كل الانجازات. السعوديه مثلا ما عندهاش لعيبه محترفه، لكن عندها دوري قوي جدا طلع منتخب الى حد ما
صحيح. يعني دوري قوي محترم. يعني النموذجين انا شايفهم ناجحين، عندك دوري قوي وبينتج او بتشارك مجموعه كبيره جدا من لعيبتك المحليين في الدوري القوي ده، فبينتج عنه منتخب قوي يقدر ينافس على كل البطولات. لاعبين، ولكن احنا في مصر هنا، وانا اعتقد ده بشكل كبير جدا، انك لو عملت التجربه الثانيه انك يبقى عندك لاعبين محترفين اكتر بره الدوري، لان مستحيل هيبقى عندك في وقت من الاوقات دوري قوي يقدر يفرز لاعبين يقدروا ينافسوا على البطولات القاريه بشكل كبير. يعني انت النهارده مثلا لو اتكلمنا عن فتره 2006 2008 2010، هل كان في مجموعه كبيره من اللاعبين المحترفين بره؟ لا لا مظبوط. ولكن كان عندك، احنا القصه من ايام كابتن جوهري. صحيح، عندك حق، عندك يعني حق. ارجع ورا شويه هتلاقي كابتن جوهري من ايام كابتن جوهري. ولكن كان في تركيز بشكل كبير، حاجه و30 سنه طبعا، كان في تركيز بشكل كبير على المنتخبات. يعني يعني كان بيبقى عندك معسكرات فترات اطول، تقدر تجمع لعيبتك، تقدر تعمل احتكاك بفرق اخرى في مع فرق اقوى واكبر، فبيقدر يبقى عندك شكل لطريقه لاداء لمنتخب قوي، وبتعمل اجيال كمان عشان تقدر تحقق البطوله اكتر من مره. وده حصل مع كابتن جوهري، حصل مع كابتن حسن شحات. بعد كده الموضوع اختلف شويه، يعني انا شايف ان الاعتماد اكتر شويه على الدوري المحلي شويه، عندنا 3 4 لاعبين الفترات اللي فاتت ابتدوا شويه يفرقوا مع منتخبنا، اتكلمنا عن صلاح، عن بعض الاسماء اللي موجوده في منتخب مصر. لكن صدقني التجربه الانجح واللي المفترض ان نشتغل عليها الفتره الجايه هي ان يكون عندك مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، ودي بتفرق مع منتخبات افريقيا بشكل كبير. محترفين بره طبعا، محترفين بره، لان الدوريات بره اقوى بكتير، ومش تقدر تعمل وأنا دوري سؤال قوي. سالته برضو الان عارف هو ليه اللاعب المصري يعني ما عليهوش العين في التجربه دي يعني ولا مش ما عليهوش ليه ما عليهوش العين ليه واحد بالعكس. واحد بالعكس يعني ما فيش طلب. خلينا نبقى على الارض الواقع. هو رد عليك على فكره. يعني انا شفت المداخله كويس وتابعتها، هو قال لك بالعكس اللاعب المصري النهارده اصبح عليه العين بشكل كبير. ترجم بقى مظبوط. ترجم لي ده. طيب فين؟ فين بالظبط كده؟ فين؟ عليه العين. طب وبعدين سبت انا ايه؟ مش فين المواهب؟ انت عندك مواهب، ولكن انت بتفضل تضغط 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 ويعدي 3 4 مواسم، الراجل ده بيحبط، مستواه بيقل. يعني في نماذج عندنا في مصر هنا من اللاعبين المميزين اللي كان ممكن بشكل كبير ينجحوا بره. كم لعيب كان ممكن يبقى يعني وصل لمستوى نجاح محمد صلاح؟ مش بتكلم في الجيل ده بس، بتكلم يعني في ال 20 سنه اللي فاتت. يعني كم لعيب كان ممكن، معلش انا هكلمك بصراحه، يعني صلاح ككوره هو طبعا نجم عالمي، مفيش خلاف، يعني مفيش شك. بس طبعا انا بشوف انه في اجيال كتير كان عندنا هنا في مصر لعيبه عندهم كوره كموهبه، يعني دي نسبيه، دي امور نسبيه، اعلى من صلاح، لكن ما حققوش ربع اللي حققه صلاح. والسؤال هنا ليه؟ طيب خلينا زي ما انا قلت، وانضم لصوتي لصوتك، واقول ان محمد صلاح يعني في حته تانية لوحده طبعا، لان راجل اشتغل على نفسه. ما بقللش من صلاح طبعا، بالعكس. انا عشان بس الناس ما تفهمش كده، راجل مكسر الدنيا طبعا. يعني نموذج مثلا زي كريستيانو رونالدو، هنتكلم صلاح زي كريستيانو رونالدو، اشتغل على نفسه واجتهد وبذل مجهود كبير جدا بالظبط كده، فوصل للمرحله دي. لكن عندنا مواهب، يعني ربنا اداهم الموهبه دي، مهارات سكيلز يعني فنيه كتيره جدا، نماذج كتيره جدا. انا شايف في ال 20 سنه اللي فاتوا دول اكتر من 30 40 لاعب كان ممكن يوصلوا للمرحله دي لو اهتموا، كان عندهم المينتاليتي اللي اشتغل عليها او اشتغل بيها صلاح. واسماء كتير، يعني لو انا وانت قعدنا نعد، لا هنعد اسماء كتيره جدا 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 في مصر كان ممكن تنجح لو عندها المينتاليتي اللي كان عند صلاح، واشتغل على نفسه وركز وخلى حياته الكوره بس بره الملعب وداخل الملعب. يمكن هو عايز بس مش عارف ازاي. والله ممكن، وارد، لان يعني لان الموضوع ده ما بقاش بشكل فردي، بقى مؤسسي. يعني يعني النهارده صلاح ما بيشتغلش لوحده، عنده مجموعه كبيره جدا جدا بتشتغل. ما ابتداش كده طبعا، يعني هو في بازل المجموعه اللي شغاله معاه دلوقتي ما كانتش موجوده معاه في بازل، وازعم كمان ولا حتى في تشيلسي ولا حتى في فيورنتينا. تشيلسي كان موجود بعض الاسماء، لكن يعني ما كانش بالشكل اللي بيشتغل بيه مؤخرا صلاح. لكن طبعا الفكر عندنا في مصر لازم يتغير، لازم. يعني انت بتتكلم مثلا، خلينا في مصر مثلا عشان الناس تبقى فاهمه، وكيل اللاعب. وكيل اللاعب ده واحد من الناس اللي بتفرق كتير جدا جدا في مسيره اللاعب، في طريقه تفكيره، في طريقه تعاقداته، في طريقه تصريحاته، في طريقه تعامله مع الناس مثلا. ده بغض النظر عن الشغل التاني بقى اللي هو داخل الملعب فنيا وبدنيا وحاجات كتيره جدا جدا. مفترض ان يبقى عنده اللاعب عنده طريق، حد بيفكر له بشكل كبير يعني، وحد بيشتغل عليه كمان داخل الملعب. احنا ما عندناش ده بشكل كبير، وما عندناش تقريبا تماما يعني في مصر على انه يطور من نفسه
طبعا جوه الملعب وبره الملعب خارج الملعب او دي قصه ثانيه. موضوع مختلف تماما. أيوة. يعني احنا ما عندناش حد بيشتغل على ده خالص. أيوة. تماما. يعني ازاي تشتغل مع الاعلام، ازاي تعامل مع كل حاجه، تتعلم كويس ازاي، تبقى في ثقافه او قدره على تقبل الثقافات المختلفه، ازاي تتعلم لغه، يعني الحاجات دي كلها حاجات كتيره جدا جدا. يعني ازاي تقدر تتعامل مع ده بشكل كبير عشان تقدر تنجح، تقدر تواصل النجاح. خلي بالك صلاح كان ممكن في مراحل كتيره يرجع تاني. زي ما نماذج كتير عندنا. أيوة. في مصر يعني رجع. بعد تشيلسي كان ممكن يرجع، وارد جدا. وكان ممكن ما يكملش بالشكل ده، بالعكس صلاح تصاعدي بشكل غير طبيعي. طبعا. عشان كده بنقول ان صلاح عقليته مختلفه، طريقه تفكيره مختلفه، في ناس بتشتغل معاه، مجموعه كبيره جدا قدرت ان توصله للنجاح ده. انا يعني بحس قوي بفكره انه كان مفترض انه الناس تذاكر تجربه محمد. هي تجربه فرديه يعني، طبعا في توفيق كبير جدا من عند ربنا، والولد استغل كل الفرص اللي اتيحت ليه وحارب، حارب بمعنى كلمه حارب عشان يوصل اللي هو فيه النهارده ده. بس كان مفترض انه من 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 الكم الكبير من الخبرات، بالذات اللعيبه اللي عندنا خاضت التجارب دي قبل كده ولعبت بره، انه حد يقف يقول يا جماعه نقطه نظام، احنا عايزين نستلهم من تجربه صلاح دي اربع خمس نقاط رئيسيه ادت للنجاح ده، ونبتدي نحاول نطبقها على اولادنا. طب سؤالي ليك، بقالك قد ايه؟ اسالني اشرف على الهواء. معلش اعذرني. ماشي. بقالك قد ايه بتنادي اننا نفتح باب الاحتراف في سن صغير؟ ما انا بقول لك من ايام كابتن جوهري. طيب حصل اي حاله، حتى لو حاله واحده؟ مستحيل. طب انا عندي شوروم، عندي شوروم مثلا، هقول لك حاجه، عندي شوروم مثلا اسمها منتخب اولمبي هيلعب بكره في بطوله افريقيا ان شاء الله بكره. انا متاكد وانا مغمض كده ان في وكلاء كتير جدا قاعدين حاطين عينيهم على الثمان منتخبات اللي هيلعبوا البطوله. طبعا. زي بالظبط ما كانوا حاطين عينيهم على منتخب كابتن شوقي غريب اللي لعب، اللي خد بطوله افريقيا، اللي وصل يعني ده منتخب كان بطل افريقيا. يعني احسن من كل المنتخبات الافريقيه اللي كانت في نفس المرحله في نفس السن، ولعب اولمبياد طوكيو وقدم عروض لا باس بها. يعني مش هقول إنها عروض للاعبين دي كتير جدا وقتها ومحدش. انا سؤالي بقى لحضرتك، مين من اللعيبه دي اللي كانت بطل افريقيا شفته ومكسر الدنيا بره؟ ولا يعني كام لعيب طلع بره اساسا؟ مفيش حاجه، مفيش حد تقريبا باستثناء يعني امام عاشور يمكن هو اللي في الدنمارك. يعني انا بتكلم على حد يعني انطلق الانطلاقه اللي بنتكلم عنها عن صلاح ومصطفى محمد. طبعا ومصطفى محمد. لكن انت لازم تشتغل، عندنا قاعده كبيره جدا جدا من اللاعبين الموهوبين في مصر. يعني احنا انت بتتكلم مثلا عن البرازيل، دايما عندها مواهب كثيره جدا، وكل شويه بنشوف 50 60 لاعب. بتتكلم على 1000 لاعب محترف بتختار منهم 30 للمنتخب. مصر عندنا كميه مواهب احمد غير طبيعيه في كل الاماكن، لكن اكتشافهم والاهتمام بيهم والتربيه بقى، التربيه الرياضيه اللي نتكلم عنها، انه يكون تغيير في فكره وتعديل وتطوير في فكره وتعديل في تدريباته وتطويرها، الشغل عليه من البدايه. لاعب المنتخب ده المفترض من سن 13 14 سنه تبتدي تشتغل عليه، عشان يكون عندي على 18 سنه مثلا 7 8 لاعبين. خلاص انا كل سنه بطلع 7 8 لاعبين للاحتراف الخارجي، ده ما بيشتغلش عليه من سنين طويله جدا. صحيح. وبالتالي انت عمرك ما هتنجح في التجربه دي الا لو اشتغلت بالشكل ده. وانا بضم صوته لصوتك من هنا، بنقول يا جماعه ابتدوا من دلوقتي، لازم يبقى في منظومه تشتغل على ده عشان يبقى عندنا تطوير لمنتخباتنا الفتره الجايه، ونقدر نحقق النجاحات اللي ما وصلنالهاش قبل كده. لان فعلا احنا بنعاني عشان نوصل امم افريقيا، بنعاني عشان نوصل كاس عالم، اللي كل 30 40 سنه بنوصل كاس عالم بحجم وقيمه مصر بالنسبه للمواهب واللاعبين. صحيح. هروح لماتش بكره النيجر بطوله افريقيا. فيتوريا، خلينا نقول ان احنا حسينا الراجل. يعني منتخب مصر مع فيتوريا حسينا ببدايه، خلينا نقول بدايه كويسه، انطلاقه مشوار كويس، حسينا المنتخب فيه روح، حسينا المنتخب ليه شكل على مستوى النتائج علامه كامله، فقلنا انه فيتوريا مع منتخب مصر الدنيا ماشيه كويس. ميكالي ايه بقى؟ حاسس بالمنتخب الاولمبي بتاعنا؟ لسه مش حاسس قوي الحقيقه، لانه يعني الاداء ما طمنيش قوي، رغم انه يعني اتمنى ان شاء الله انه يكون في اداء افضل من كده. يعني حتى التعادل مع الكونغو وغانا في المباراتين الاخرانيتين ما كانش، مش بتكلم على النتائج، يعني بتكلم على الاداء. اداء
لسه مش مطمنني قوي، لكن ان شاء الله البدايه، حتى احنا بدايتنا ان شاء الله بكره مع نجر، يعني بدايه تصاعديه في البطوله. هنلعب مع نجر ودي اول مره بتشارك في البطوله، وبالتالي اعتقد ان شاء الله النتيجه تكون في صالحنا باذن الله. لكن اتمنى ان يكون في اداء مختلف، اعتقد ان احنا لازم نديله الفرصه لسه. ان شاء الله الوصول لامم افريقيا، وان شاء الله حصول عليها، وان شاء الله كمان الوصول للاولمبياد باذن الله. نتمنى طبعا، يعني ان شاء الله انا شايفه في المتناول. يعني بص، في اوقات كتير جدا بيبقى الكلام ده شويه ممكن يضايق ناس، بس في اوقات تانية في عقليه بتاخده على انه نوع من التحدي لاثبات الذات، واتمنى ان شبابنا يكون عنده الجزئيه دي. انا بدافع عنكم اكتر من ان انا اكون ضدكم. يعني فكره انه منتخب مصر الاولمبي اللي رايح، واحنا بنتكلم على منتخبات اولمبيه بيلعبوا محترفين اساسيين في فرقهم في اوروبا، في مواجهه منتخب اغلب عناصره للاسف الشديد مش بتلعب بشكل اساسي برضو يا اشرف، عشان ما نظلمش الاولاد او ما نحملهمش فوق طاقتهم. في مجموعه كبيره من المنتخب الاولمبي بتشارك مع انديتها هنا، لكن انا بتكلم على انه انت بدايه البطوله بكره امام النيجر ان شاء الله بدايه ان شاء الله سهله. أيوة. لانه يعني المفترض انه محدش عارف النيجر، لا يعني منتخب النيجر بعيد، اول مره يشارك على مستوى نتائجه، حتى في التصفيات ما كانش قوي بشكل كبير. وبالتالي خد بالك في البدايه الصغير ده بحس انه الفروق بتدوب، يعني لما اجي نتكلم على الكبار اقدر اقول لك نيجيريا. ممكن تقول لي يعني ايه سن صغير؟ انت بتتكلم في يعني تحت 23 سنه، يعني لاعب يعني خلاص المفترض، يعني صلاح ابتدى قد ايه؟ في اسماء كتير صلاح ما تقول لي مبابي وهالاند خلص نجوم العالم دلوقتي بتتكلم في 21 22 سنه. فلا يعني بلاش فكره ان السن الصغير، لان خلاص مفترض انه اكتمل. يعني احنا سلو بلدنا، احنا ثقافتنا انه اللاعب لغايه 22 23 سنه لسه ناشئ. الناشئين اذا كان المدرب عندنا بيبتدي، بنقول انه هيبتدي ياخد فرصه من 50 سنه، فيعني فاللاعب طبيعي انه يبقى لسه 21 سنه. طيب انا شايف ان البدايه ان شاء الله سهله، يعني ان شاء الله في امم افريقيا، وشايف انه بدايتنا ان شاء الله مع نجر بكره تبقى كويسه، وان شاء الله نحقق النتائج كويسه. لكن الفرصه كبيره، يعني انت بتاخد 3 فرق بيوصلوا الاولمبياد من 8 فرق، واعتقد مجموعتنا ان شاء الله مش صعبه، الجابون ومالي. انا معاك ان السن ده احيانا الطفرات فيه اثناء المباراه بتكون مختلفه، يعني ما بتقدرش تقايم قوي، لكن ان شاء الله يعني منتخبنا يقدر يحقق نتيجه ايجابيه، وان شاء الله نوصل للاولمبياد باذن الله، ونحصل على البطوله، او على الاقل ان شاء الله نكون من الثلاثه اللي يوصلوا الاولمبياد باريس. التاهل للاولمبياد هدف في حد ذاته طبعا. ولا في كمان هدف مهم للجيل ده، لانه لما بتوصل لمرحله الاولمبياد بالتاكيد مرحله اكبر وافضل من افريقيا، لكن لازم تشتغل على الهدف الاول، وهو انك تحصل على البطوله عشان تقدر توصل للتارجت التاني ده او الهدف التاني ده. وان شاء الله منتخبنا باذن الله يبقى قادر ان شاء الله. ان شاء الله قبل ماتش السويس بكره ان شاء الله اخد كده تقييم سريع لماتش الحرس، شفته ازاي اول مباراه بعد التتويج بافريقيا؟ شايف ان التركيز كبير، ودي نقطه يعني كنا بنفتقدها في بعض الاوقات. خلي بالك دايما على فكره بعد افريقيا ترجع تخش دايما في مطب جنين. دايما بيحصل دايما يعني ترتيب الماتش في حد ذاته بيخليك كده ايه، ربنا يستر. وده بيرجعني دايما لانه طريقه التفكير اختلفت، لان في شغل بطريقه مختلفه. يعني مستر كولر حقيقي والجهاز الفني والجهاز الاداري واضح جدا جدا، وده يعني شيء ملموس، وانا يعني عايشه شويه معاهم حقيقة، مركزين بشكل كبير. الناس بتشتغل مع لاعبتنا بتركيز كامل في كل حاجه، يعني مفيش هفوه بتعدي بدون تركيز. النهارده انت خرجت من البطوله الافريقيه، الحمد لله حصلنا عليها، ومليون مبروك طبعا. بترجع للبطوله دوري وكاس، يعني بطوله محليه بعيده جدا عن الاجواء الافريقيه، او عن الاحتفالات الكبيره جدا اللي حصلت وفرحه شعب مصر، يعني مش هقول على جمهور النادي الاهلي بس بالبطوله، لكن اكيد تركيزك بيقل، اكيد على الاقل بيبقى عندك شويه من او بتفقد شويه من تركيزك بالاحتفالات والفرحه لكن الحقيقه التركيز الكبير ده جدا الحمد لله خلى مباراه الحرس سهله. التركيز الكبير جدا انك تاخد البطولات، وزي ما قلت يا احمد انا وانت هنا، ان النادي الاهلي بيلعب على 7
بطولات الموسم سبع ألقاب إن شاء الله. طبعا مباراة مش عايز أقول كانت سهلة أو، لكن الحرس يعني بيبقى إنه هبط يعني القسم الثاني، ولكن بالتأكيد كل لاعب في مصر النهاردة هيلعب قدام النادي الأهلي هتلاقيه بيلعب بأقصى مجهود عنده بأقصى تركيز عنده، عشان كده المباراة هتلاقي فيها صعوبة الفترة اللي جاية، لكن طبعا مباراة جيدة والنادي الأهلي قدر يحصل على نجم المباراة من وجهة نظرك؟ أنا شايفه دايما هقول لك الفترة اللي جاية مستر كولر. مستر كولر انا شايف مستر كولر يعني تركيز غير طبيعي وعارف بيعمل ايه، يعني انا بقيت وانا قاعد بتفرج على المباريات حاسس ان الراجل ده بيفكر في كل حاجه، مش بس في المباراه النهارده، بيفكر قبل واثناء وما بعد المباراه الفتره اللي جايه كلها هيعمل ايه، وبالتالي هو مركز عمليه الروتيشن اللي بيعملها، التوافيق والتباديل اللي بيعملها داخل وخارج الملعب، يعني في قمه تركيز غير طبيعيه مستر كولر، وان شاء الله يعني تبقى هذه الحاله مع الجهاز الفني باذن الله. يعني على الرغم انه في فارق كبيره جدا كبيره جدا بين الفرقتين، الا انه كاس عودنا دايما، انا ممكن استحضر لك النهارده مفاجات كتير من العيار الثقيل، يعني بطوله الكاس دايما الحقيقه في مصر عودتنا على مفاجات من العيار الثقيل، وبالتالي ازاي بتشوف ماتش بكره وايه المفاجات اللي انت شخصيا ممكن تكون مريت بيها او ما تنساهاش في بطوله الكاس؟ شوف طبعا مباراه الكاس فعلا زي ما بتقول ان هي يعني غالبا بيبقى فيها مفاجات كبيره يعني، لكن الحوافز أنا الحافز اللي بيبقى موجود، الحافز والدوافع اللي بيبقى موجود عند الفرق اللي ممكن تبقى بيتقال عليها صغيره في مواجهه الفرق الكبيره كبيرة. بيبقى كبير جدا، وخصوصا ان الفرصه قائمه، انا اقدر في 90 دقيقه قصه مش قصه بونت ولا ثلاثه بونت، القصه قصه مكسب وخساره، فاقدر في 90 دقيقة ممكن أعمل مفاجأة لمصر كلها تفضل تتكلم عنها وتنقلني نقلة كبيرة جدا، فالدوافع دي بتبقى طبعا مؤثرة جدا طبعا، وكمان ضيف عليها الحالات الفردية، يعني في نهاية كل موسم ولما يبقى فريق مش من الفرق المعروفة قوي أو مش في الدوري الممتاز يعني أو الدرجة الأولى، وبالتالي في نهايه كل موسم كل لاعب بيحاول انه يتواجد بشكل كبير امام فريق عظيم زي النادي الاهلي، حاول يظهر نفسه وامكانياته سواء للبقاء في فرقته او للانتقال لمرحله افضل، وبالتالي كل لاعب بيحاول يطلع كل اللي عنده كل امكانياته، فبتبقى في حاله من يعني كل لاعب بيحاول باقصى مجهود عنده يطلع كل شيء داخل المباراه دي، وبالتالي بيبقى فيها صعوبه شويه، ما بيبقاش فيها لعب جماعي، فيها لعب عشوائي، الفردي ده بيدي لك عشوائيه في الاداء، وبالتالي بيبقى فيها صعوبه دايما في مواجهه الفرق دي، عشان كده النادي الاهلي هو ده اللي هيواجهه ان شاء الله في مباراه بكره، اعتقد بشكل كبير ان في عشوائيه في الاداء شويه، وده بيدي خطوره على الفرق الكبيره المنظمه زي النادي الاهلي. الفرق الجماعيه اللي بتبقى عارف امكانياتها وعارف بتلعب ازاي، مستر كولر مش عارف يذاكره طبعا، ما ده اللي انا بقول لك عليه، الفرق دي بتلعب بطريقه عشوائيه شويه وشكل فردي كبير، فبتلاقي حاجات غريبه بتحصل في المباراه، ودي في دي صعوبه المباراه بكره، لكن اعتقد التنظيم والشكل الاداء للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت بيدي لك انطباع ان شاء الله الارتاحيه باذن الله، النادي الاهلي يقدر يعني يتخطى الدور ده باذن الله تعالى. في اسماء تتمنى تشوفها بتشارك في مباراه بكره او بتاخد فرصه كاساس كلاعيبه اساسيه؟ انا اتمنى طبعا، يعني انا شايف ان الفتره دي مستر كولر عنده حيره كبيره جدا، انك عايز تحافظ على انك تحصد القاب خلال الموسم، وانك عايز تريح لعيبتك وعايز تشوف كمان الجزء الثاني المجموعه اللاعبين اللي انت عايز لسه تديهم فرص عشان تشوف بقائهم من رحيلهم، تشوف مستواهم هيتطور ولا لا، يعني لسه عندنا 9 مباريات في الدوري ومباريات الكاس، وبالتالي يعني عندك فرصه انك تشوف امكانيات اللاعبين وتشوف وصلوا فين عشان تقدر يبقوا في النادي الاهلي ولا لا، وبالتالي يعني في حيره كبيره جدا انك تحصد البطوله ولا انك يعني تخاطر شويه باللاعبين، ولكن انا مطمن بشكل كبير لان معظم اللاعبين وصلوا لحاله بدنيه على الاقل يعني متساويه بشكل كبير، وده شغل الراجل مدرب الاحمال، الحاله الفنيه طبعا يعني تبقى انه شغلهم في التدريبات وفي المباريات الوديه، واتمنى ان شاء الله ان يعني انت يعني شخصيا اشرف تتمنى تشوف مين بكره؟ يعني انا بستنى التشكيل بتاع الاهلي ببقى بقول يا ريت يلعب عايز اشوف برونو سافيو مثلا، كريستو اتمنى ان شاء الله يبقى موجود، القندوسي اتمنى ياخد فرصه كبيره، محمد اشرف طبعا مش موجود مع منتخبنا الاولمبي،
طاهر محمد طاهر عايزه كمان ياخد اكتر عشان يعني يسترجع. جاب جول اهو غلى وغنى طبعا وكان كويس جدا والجمهور غنى له عمل حاله عمل ترند في مصر كلها الحقيقه. يعني دول الثلاث اربع اسماء اللي اتمنى اشوفهم. انا بجد عايز اشوف كريستو، عايز اشوف قندوسي فرصه اكبر، مساحة أكبر الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي سواء في مباريات الكأس أو في مباريات الدوري. أتمنى إن شاء الله التوفيق منهم لأن فعلا عندهم إمكانيات كبيرة جدا جدا. أتمنى إن شاء الله إنهم يتواجدوا مع النادي الأهلي الفترة اللي جاية. طيب نروح لملف الميركاتو. اتفضل. مصر كلها بتتكلم شغل عن الميركاتو دلوقتي. خليني أبدأ بملف الأسماء اللي شغلت جماهير النادي الأهلي ومنهم وأولهم الشحات. طبعا. شايف واحد تقييمك لمشوار الشحات مع النادي الأهلي و بشكل خاص تقييمك للموسم الاخير اللي قدمه الشحات مع النادي الاهلي وتاثيره مع الفريق. طب انت مش هتطمن جمهور النادي الاهلي الاول ولا يعني ما يعني احنا قلنا الشحات واحد من اللعيبه الحقيقه المخلصه جدا لجماهير النادي الاهلي والحقيقه يمكن من اول يوم انا دايما بقول انه اللاعب المتمسك بالنادي الاهلي واللي ممكن يقدم تضحيات عشان يكون موجود في النادي الاهلي ما بيسيبش القماشه دي. فبالتالي الشحات يعني موجود ان شاء الله موجود في النادي الاهلي ان شاء الله في الاهلي ان شاء الله باذن الله. شحات باذن الله تعالى موجود في النادي الاهلي بنسبه 100% ان شاء الله. شحات طبعا يعني قدم مواسم مميزه جدا مع النادي الاهلي، صحيح كان في دروب في بعض الاوقات ولكن اوقات قليله جدا. يعني شحات اتكلم عن 39 هدف مع النادي الاهلي، تقريبا 42 او 45 تمريره حاسمه مع النادي الاهلي في كل مبارياته، 11 بطوله مع النادي الاهلي، 2 للدوري و2 للكاس مصر و2 للكاس سوبر المصري و2 كاس سوبر افريقي، 3 بطولات لافريقيا. وبالتالي يعني اهدافه في كاس العالم واهداف كاس طبعا طبعا وميداليتين ميداليتين برونز في كاس العالم برونز فانت بتتكلم عن بالاضافه بقى لادائه الرجولي جدا. يعني حسين من الناس اللي بتحس انها يعني بتلعب بقلبها جدا جدا داخل النادي الاهلي، ودي دي نوعيه اللاعبين اللي النادي الاهلي دايما بيحاول يحافظ عليها. فحسين شحات الحقيقه يعني واحد من الناس اللي مستحيل النادي الاهلي يفرط فيها، دايما بيوصل معاهم لاتفاقات ايا كانت المغريات يعني. ولكن تمسك حسين الشحات بوجوده وتواجده في النادي الاهلي في التوقيت ده وهو في هذه الحاله الفنيه اعتقد انه لازم النادي الاهلي يبقي عليه ويكمل طبعا مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. حسين شحات مميز جدا جدا الفتره اللي فاتت واعتقد انه هيكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. صحيح. طيب بشكل عام يعني بصرف النظر عن الاسماء خليني اخد رايك في شكل الميركاتو اللي الاهلي محتاجه لموسم جاي او يعني مش عايز اربط بموسمين لانه هيبقى عندنا فترات انتقال مره شتوي ومره صيفي تاني، لكن انت برضو في النهايه يعني على اللونج تيرم انت عندك موسمين فيهم ما هو جديد وصعب ومختلف. موسم جاي في بطوله سوبر ليج مؤقتا لغايه لما نشوف المسمى بتاعها النهائي ايه، لكن هي بطوله كبيره هيشارك فيها كبار القاره، جوائز ماليه حدث ولا حرج يعني. اخر ابديت عندي انه المركز الاول 8 مليون دولار. فانت بتتكلم على ارقام جديده على قاره افريقيا، بتتكلم على مستوى منافسه اكيد هيبقى صعب لان كل الناس هتستعد للبطوله دي بشكل جيد جدا. بتتكلم على كاس عالم انديه، نفسك السنه دي تروح السعوديه ان شاء الله باذن الله، باذن الله تقدر تعمل حاجه كويسه ان شاء الله. فبتتكلم على موسم محتاج استعداد مختلف يا اشرف. أكيد. وخصوصا حط في اعتبار انه الدنيا من حواليك بتتغير، الارقام النهارده اللي بقت بتدفع في السعوديه واللعيبه اللي بقت بتروح السعوديه هتخلي ده ليه تاثير على سوق افريقيا بشكل عنيف بالتاكيد، وهيبقى في ضغط على الانديه الافريقيه اللي مواردها ابدا مش ممكن تقارن بموارد الانديه الخليجيه وتحديدا السعوديه، مش بس السعوديه حتى في قطر وفي الامارات برضو السوق هناك بيتكلم في ارقام ثانيه خالص تضاعف يعني. فبالتالي الكواليتي السعر اللي انت بتدور عليهم هيبقى فيه صعوبه. شايف الميركاتو اللي جاي بتاع الاهلي ازاي؟ طيب يعني خلينا متفقين ان النادي الاهلي الموسمين اللي فاتوا دول قدر يحقق نسبه نجاحات بعيدا عن المستوى الفني بقى ونسبه نجاحات الالقاب والانجازات على المستوى المالي كمان كبير جدا جدا الحمد لله يعني بسم الله ما شاء الله. مش عايزين الناس لكن النادي الاهلي الحمد لله اصبح يمتلك قوه ماليه كبيره جدا جدا في الشرق الاوسط في افريقيا. تمام خلينا نتفق على ده. صحيح مقارنة بالانديه الافريقيه بدول الخليج الموضوع يعني بعيد شويه، لكن الحمد لله النادي الاهلي برضو
قادر على ده، لان انت حققت القاب كتيره جدا، حققت انجازات، وحققت الحمد لله مكاسب ماليه كبيره جدا الفتره اللي فاتت. وبالتالي النادي الاهلي قادر في التوقيت ده انه يكون عنده ميركاتو صيفي. نادي النصر بيدي 200 مليون دولار. انا معاك، ما يعني كريستيانو رونالدو وما خدش دوري، مش هيجي يعني برضه، مش هيدفع ده للافارقه. ما انا فاهم، انا اقصد اقول يعني انا بتكلم على انه فكره، عشان بس الناس ما يعني ما انت بتتكلم برضه في حدود ماليه. صحيح في مردود مالي يعني انت وانا بحط ده بشوف ان السيزون اللي جاي انا مشاركتي في كاس العالم وفي السوبر ليج وفي تشامبيونز ليج ممكن تضمن لي لو نجحت في تحقيق اهداف معينه ان انا يخش لي مثلا 15 مليون دولار مثلا يعني. فانا بتحرك في البادجت دي. ما احنا ما بنتكلمش يعني ابعد شويه عن منطقه الخليج. خلاص خلينا نتكلم في افريقيا يعني. لكن انت بتتكلم على الحمد لله النادي الاهلي قادر انه يعمل ميركاتو الصيفي بشكل جيد جدا، او ميركاتو الشتوي كمان الفتره اللي جايه بشكل جيد جدا. انت محتاج اربع مراكز تقريبا. العناصر اللي ممكن كانت السنه اللي فاتت ناس بتقول لك ممكن تمشي السنه دي اعتقد وجهه نظر اختلفت 180 درجه في اسماء كتير. في اسماء كتير الناس كانت قللت الفوارق في احتياجاتك او في نظرتك لل طبعا مفيش خلاف. لكن انت كنت يعني انا كنت معاك في حلقه هنا قلت لك احنا على الاقل محتاجين 7-8 لاعبين عشان نقدر نكمل في المنافسه على البطولات الفترات اللي جايه. النهارده بكلمك في اربع لاعبين تقريبا او اربع مراكز انت محتاجهم مع المجموعه اللي موجوده، مع ارتفاع مستوى ناس كتيره جدا كنا بنتكلم انها ممكن يكون في رحيل عن النادي الاهلي الفترات اللي جايه لانه مستواها اقل من تواجدها في النادي الاهلي. لكن النهارده الحمد لله في لاعبين كتيره جدا مستواها ابتدى يعود بشكل كبير. تألق اللاعبين والاندماج ده والانسجام والشكل الجماعي اللي بقى فيه النادي الاهلي، اعتقد ان يعني كهربا مثلا كان بعيد جدا. انت كهربا النهارده واحد من الاسماء اللي لا غنى عنها في النادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. اللي جم من بعيد جدا وصحح لي فرق كتير. كهربا جه من بعيد، مروان عطيه جه من بعيد قوي جداً قوي جدا، بيرسي تاو جه من بعيد من ابعد مكان يعني. بيرسي تاو كنا يعني تقريبا كان في اتفاق، شبه اتفاق كامل عند الجميع ان بيرسي تاو مستوى بعيد نتيجه الاصابات الكتير اللي كان موجود. لكن عودته بهذا الشكل مع النادي الاهلي بدنيا وفنيا لا طبعا شكل رائع جدا. حسين الشحات كان في فترات بعيد جدا. اسماء كتير يعني في 6-7 اسماء في النادي الاهلي كانوا بعيد جدا، النهارده هم نجوم النادي الاهلي. منعم جه من بعيد جدا. منعم طبعا كان في فتره من فترات بعيد. فلا يعني في مجموعه كبيره جدا ابتدت خلاص موجوده النهارده بقت بالنسبه كبير لجمهور الاهلي تريد مارك طبعا. يعني انت منعم النهارده في خط الدفاع الناس بتقول لك منعم واحد من افضل مدافعين مش في مصر، في افريقيا كلها. افريقيا طبعا. صحيح طبعا. الشحات السنه دي مفنش موسم تالي ولا افضل موسم ليه مع الاهلي السنه دي. دي حقيقه. فبالتالي قل شويه فكره انك عايز تتعاقد مع مجموعه كبيره جدا من اللاعبين. النهارده بتكلم في 3-4 لاعبين، 3-4 مراكز. هتبص هنا للمحلي اكتر ولا تبص اكتر للاجنبي اكتر؟ انا شايف الاجنبي اكتر، اللي انت محتاج نوعيات مختلفه من اللاعبين. يعني مثلا انت بتتكلم على الباك الشمال، انت عندك علي معلول وعندك محمد اشرف. مظبوط. محمد اشرف لو خدها مع الوقت الناس كانت ناس كتير يعني قوي هيبقى كويس. هيبقى كويس طبعا جداً. طبعا هيفرق جدا مع النادي. لكن انت محتاج حد اعلى دايما. النادي الاهلي اشوف التعاقدات بتفرق، فكر الجهاز الفني او النادي اللي بيتعاقد مع لاعب بيفرق من مستوى البطولات اللي بينافس عليها. يعني مثلا لو بتكلم على فريق في وسط الجدول اكيد مش هجيب حد افضل من اللي عنده، هجيب حد شويه اقل شويه عشان يبقى موجود بيسند. لكن فكر النادي الاهلي دايما انا لما بجيب لاعب خلاص هو هيلعب، وبالتالي هو موجود افضل، لازم يبقى افضل من اللاعب اللي موجود عندي. انت بتدور على حد نوعيات مختلفه، كواليتي مختلف، طريقه اداء مختلفه. وبالتالي اعتقد انه يعني في تفكير مثلا في مهاجم انت بتدور على حد سوبر، يعني حد مختلف تماما عن نوعيه اللاعبين الموجودين في مصر. شفت كم اسم مترشح للنادي الاهلي؟ كتير، في اسماء كتيره مرشحه للنادي الاهلي الفترات اللي فاتت. يعني موليكا عاجبني جدا، انا مش اتفرجت على حاجات كتيره جدا دي، لكن ما اقدرش اقول لك ممكن يبقى موجود في النادي الاهلي ولا لا نظرا للمبالغ الماليه الكبيره جدا المعروضه عليه. سيبك من الفلوس والمفاوضات، انا بكلمك كوره. الصفقه تحصل ما تحصلش دي قصه تانية، لكن انا شفت مثلا يعني ترشيحات كتيره جدا، منها اللي الناس شافته، منها اللي سمعت انا عنها فدورت وشفت.
انت شفت اسماء اكيد بصيت عليها ويعني ليك راي فيها، انت مين عجبك شخصيا؟ يعني موليكا من الاسماء اللي اتمنى ان يبقى متواجد في النادي الاهلي. عطيه الله طبعا من الاسماء، لاعب الوداد الباك ليفت من الاسماء اللي اتمنى ان يبقى هتجيب اتنين محترفين باك ليفت؟ ليه؟ يعني يعني انت بتتكلم في علي. يعني علي ان شاء الله، يعني ان شاء الله يكمل الموسم الجاي، يبقى ان شاء الله يبقى متواجد بنسبه كبيره مع النادي الاهلي، ولعب ما فيش خلاف على تواجده، ولكن لسه صغير. والتنافس هيدي لك مساحه كبيره ممكن استغلاله في 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 ناحيه، لان عطيه الله من اللاعبين المميزين جدا في كلاعب ايسر، يعني ممكن يلعب في اكتر من مكان، يعني فوق عالي ناحيه الرايت ممكن تستغله، يعني جوكر، يعني تقدر تستغله في اكتر من مكان. بس انا دايما بشوف انه يعني مش فكره، مش وجهه نظري، بشوف اكتر الناس الاهلاويه يعني لما بيتكلموا في الصفقات لكن انه الاجنبي ده هجوم، احنا مش عايزين محترفين في الدفاع. ما احنا جبنا ديانج مثلا، ولاعب من اللاعبين اللي فرقوا معانا كتير جدا في ومعلول، وحدش يقدر ينكر ده. معلول يعني مركزه مدافع، لكن واحد من اهم مفاتيح لعب الاهلي في السنوات الاخيره. وقبل معلول كان جيلبرتو، يعني انت عندك يعني مساحه كبيره. لا بص، النادي الاهلي ده بينافس على، هنتكلم النهارده في 7 بطولات او 7 القاب بينافس عليها النادي الاهلي، وبالتالي انت محتاج كواليتي مختلف من اللاعبين وكتير، يعني لازم يبقى عندك مساحه شويه من القماشه من اللاعبين عشان تقدر تشتغل بشكل كبير في كل البطولات دي. محتاج طبعا حد في وسط الملعب بعد رحيل حمدي فتحي، اعتقد ان حمدي فتحي احتمال كبير جدا يكون المباراه القادمه او اللي بعدها، يعني اخر مباراه مع النادي الاهلي. في حاله، يعني اتمنى ان شاء الله يعني بقاء الشناوي، لكن في حاله رحيل الشناوي تحتاج حارس مرمى مع مصطفى ومع اللطفي. يعني اعتقد دول الاربع مراكز اللي انا شخصيا شايف النادي الاهلي محتاجهم الفتره اللي جايه. باقي اللاعبين يعني في 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 تالق غير طبيعي الفتره اللي فاتت، وفي رؤيه للمستوى الفتره اللي جايه ان شاء الله بعد هذا التركيز والمستوى الرائع جدا اللي قدموه الفتره اللي فاتت. اعتقد ان انت مش محتاج اكتر من 4 5 لاعبين. عوده اكرم وكريم طبعاً هتفرق معانا كتير. اكرم جداً. اكرم في ظل تالق هاني ترجعه، وجود خالد عبد الفتاح كمان، يعني خالد كمان بيأدي شوف خالد من اللاعبين كمان اللي عاجبني جدا، لانه بيبقى بعيد جدا عن الصوره وبينزل بيبقى متواجد يعني في التشكيل الاساسي، بيأدي يعني ممكن تديله 8 8.5 من 10. أيوة. وده الحقيقه يعني ولا ما كانش الاهلي قرر انه يحول الاعاره لتعاقد، يعني شراء. صحيح. طبعا عوده اكرم من الناس الجوكر، يعني نتكلم في باك رايت، ممكن يعني نتكلم في وجود هاني وفي وجود خالد عبد الفتاح، اكرم ممكن تستغله في وسط الملعب. وبالتالي لا، يعني في لاعبين ممكن الاستعانه بيهم في اكتر من مركز، ودي بتدي يعني مساحه كبيره جدا للمدير الفني ان يبقى عنده امكانيات كبيره للاعبين ومساحه كبيره في اختياراتهم داخل الملعب. وكريم فؤاد برضه كان ناجح جدا مع كولر في البدايات لو تفتكر، هو يمكن عاد توظيفه وينج يمين، بس بيلعب الناحيه اليمين دي قدامه ورا، يعني باك رايت باك رايت وينج رايت، فبرضه هيبقى اضافه قويه للنادي الاهلي. ترشيحات محلي عشان السعر يبقى، يعني تعرف العمله النهارده الدنيا فمحلي الاول في الاربع حراسه مرمى، اهم مدافع من وجهه نظر اشرف ممدوح، اهم لاعب خط وسط اشرف يتمنى، سيبك من قصه المفاوضات، احنا بنتكلم كوره دلوقتي، مين حارس مرمى لو مثلا الاهلي محتاج يدعم المركز ده، افضل حارس مرمى شايفه محليا، مين افضل مدافع تتمنى شايفه يليق بالنادي الاهلي، مين خط وسط، مين هجوم؟ طيب وانا كنت اتمنى الحقيقه يعني قبل اصابه احمد حجازي انه يكون يعني بعد قرار رحيل ده انه ممكن يبقى تواجد في النادي الاهلي، كنت اتمنى وجوده في النادي الاهلي، لان الحقيقه بس الاتحاد متمسك بيه جدا، متمسك لكن كان ممكن يعني كان ممكن قدم موسم مميز جدا الحقيقه، موسم مميز جدا الفتره اللي فاتت. لا ده هم ماسكين فيه بايديهم يعني، لا لا هو عامل شغل جدا في الاتحاد طبعا. يعني شوف في حته المهاجم انا مش شايف حد الحقيقه على المستوى المحلي، مش لاقي يعني ما فيش حد فارق عن اللي عندك يعني في النادي الاهلي هم افضل الموجودين كرؤوس حربه يعني. في خط الوسط يعني شايف ممكن بوبو محمد رضا بوبو، شايف تمام. هلال برضو من اللاعبين المميزين جدا، لاعب الاهلي شوف هو انا مش مقتنع قوي بنسبه كبيره جدا، لكن بالتاكيد في دور
اخافي كده اشوف. انا 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 عاصرت كابتن اسامه عرابي واحد من الاسماء اللي يعني اللي كان لا غنى عنها في النادي الاهلي سنوات طويله جدا جدا. طبعا اي طويل. مدير فني بيجي مصري كابتن اجنبي أسامة كابتن اسامه عرابي يتحطوا بعدين الفرقه كلها. وبالتالي في ادوار لبعض المدربين لبعض اللاعبين داخل الملعب انت ممكن ما تشوفهاش ك ك ك ك كمشجع او كجمهور ما يكونش ليه دور كبير من وجهه نظرك او مش مبدع بالنسبه لك بشكل كبير. فشايف ان ممكن محمود حماده ممكن يكون واحد من الاسماء دي. دوره خفي شويه النواحي الدفاعيه والتكتيكيه والخططيه بالنسبه للمدرب ممكن تفرق. خلي بالك حمدي برده صحيح ظهر في بعض الاوقات في بعض الاهداف لكن دوره خفي جدا برده يعني. الاسماء المدرب لا غنى عنه داخل الملعب لكن مش من اللاعبين المبدعين فنيا يعني مهاريا داخل الملعب. فممكن محمود حماده طبعا يكون من الاسماء دي. دفاعيا محليا احيانا الدوري ده كله ما فيهوش مدافع عاجبك؟ في مدافعين لكن انا عايز نوعيه محمد عبد المنعم. انا عايز حد بهذه النوعيه وهذا الكواليتي. فالحقيقه مش لاقي حد ممكن يسد الفراغ ده يعني. الحقيقه ما عنديش حد مميز قوي يكون بهذا الشكل يعني او هذه الطريقه. اتمنى ان شاء الله يعني يكون في فكر المستر كوره او شاف حد بشكل مختلف. انا ثقتي في اختيارات الراجل وعينه كبيره جدا جدا وبالتاكيد طبعا هيكون له سي كبير جدا في كل الاسماء اللي ان شاء الله تدعم سكواد محترم جدا للنادي الاهلي وتودينا الموسم اكتر نجاحا ان شاء الله. الاهم نفنش الموسم ده بالسبعيه زي ما اتفقنا. اتمنى ده طبعا يعني. حارس المرمى مؤخرا انا برضو ما عنديش اسم ممكن ينضم للنادي الاهلي الفتره الجايه. نورت الدنيا يا اشرف. اشكرك جدا. اشكرك على وجودك معانا. كل سنه وانت طيب والزملاء طيبين ومصر كلها بخير يا رب دايما. بشكركم على المتابعه. تحياتي ليكم. نتقابل بكره حلقه جديده السادسه.